مين بيحكي هاكر؟ انا ريدي. هادو انت هاكر؟ ما بزعقش فيه. انا هاكر بس مش هاكر ببجي يا جماعة. عيب والله. يس بابا. بابا يس وش تبي؟ او اوفر اوشن. شو هذا يا جماعة؟ هي الزومبي بدناش زومبي يا بوي. هذي معلش دود. يا زومبي شادو شادو. المشكلة في الزومبي لما ألعبها بدوخ خلص، بعدها لازم أنام بسطل. إيه عايزة تفوز كسبت الجيم ده. إيه؟ وأنا مش هلعب زومبي تاني خالص. كسبني الجيم ده. فكرت بتقول اعطيني الجندر، بقول شو هاي. كسبني الجيم ده. الجيم ده ان شاء الله. يلا هاي اللعبه سيرفايف ولا لازم نقتل الفريق الثاني؟ نقتل كل الناس. اول ما ياكل بقى. اوكي نقتل كل الناس يلا. يعني احنا نفوز وانتي تاكلي. اوكي انا ممكن اموت برضو. احنا نازلين فين؟ اوكي شو عندك تنزلنا يا حلو؟ فرعون انت منزلنا فين؟ في سكول؟ نزلنا نحصد الزرعات. مصراوي تيرن اون ذا فويس تشات. وين نزلنا هذا البنيات؟ انتم متاكدين انه بدنا نفوز في الكيم؟ انا اشوف سلاح. يا شباب ايه ده؟ عشان كده مش فاضلنا احنا. لا هنبدأ. لا يا شيخ قوة انه وش ماشين. تيك ذا اذر وان. يا عم احنا وين نبلوت الحين؟ سؤال معلش بس. عسكول يلا. فورمات اون مي. عسكول. طب وذا؟ فورمات اون مي. عشان في حد شرط. يمكن في حد شرط. واو عادي مش فورمات اون مي. والله يا هروح. فورمات اون مي. فورمات اون مي. فورمات اون مي. تعالوا على البيوت. تعالوا على البيوت. ولا انا مكسله خلاص وصلت. تعالوا على البيوت فيها ناس. تعالوا. اللبس ده اسمه ايه؟ فيها ناس يا جماعه. وفيش مع ناس هم خلاص. بس يا شاطر ما بهزرش والله. ايه كي ام؟ عايز ايه كي ام؟ يس ما بهزرش يا جماعه. اخلص انت بجد فاجئتني. هاي في زومبي. انا طخيت الزومبي هذا. طخيت الزومبي بيطلع له منه سلاح. ممكن تطلع لك هيلز، ممكن تطلع لك كنزات، ممكن تطلع لك ام 24، ممكن يطلع لك اي حاجه بس انت وحظك. انا في واحد جاي. هذا ما طلعلك منه شيء. مريم قلنا لك تعالي يا مريم عند البيوت. تعالوا يا مصراوي. تعالوا انت ومريم عند البيوت يا مصراوي. ما تفضلوش بقى. بليفني والله هذا بوت اللي قتلتوه. هو فيها بوتات اللعبة؟ انا بضرب في ده ليه؟ من اسمه ارتيجو واحد. امي كبير بيجري ورايا ومعيش في حاجة. طب هسه هي فيها مش لاقي الا خرطوش المشكلة. تعالوا يا جماعة عندنا فاز اماني. متأكد من اماني. يما في صوت طلع بخوف عندي. ايوه يا شادو الكلمة دي ما تطلعش منك. ايه بيخوف؟ هتقتلهم كلهم دلوقتي. ايوه انا هجيب لك الجيم. يعني في درع ليفل 2 عندي. انت بقيتي مديه حقيره يا دودي. هاي درع شو ده هاكر بتاع. بالاثنين يا عمي انا هاكر في الطبيعه مش في اللعبه يا جماعه استوعبوني.
لو في الاثنين والله يبقى مكسب. مش عارف انا زعلان ليه، بيقول له انت بيزعل قوي، بيقول له انت لا في الطبيعة في الاثنين لا. دي مات انت هك، هنقول انا بزعل شفت سمك اللي هو انت هك في ايه دودي خلاص مستر بتقول خلاص بعد خوذة شادو بعد ما ايه ده روح البيت ده هوريك هنا. نعم خلاص لقيت خوذة في كار هنا كمان. الله مش عارف والله الكار دلوقتي لقيت، لقيت اسيت 12 كي. انا لقيت ام 4 لقيت بس ام بحبها 4 اللي انا بحبوش ده. لا لطيف لا هم بيجوا عندنا اجي يعني كله تجي ما عندي اليوم المكان الجديد اللي دقيقة هنا. وثلث لليل. ايوه خليك في البيت اللي انت فيه. لا 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 تعالوا تعالوا انتوا تعالوا انتوا هوريكم مكان شادو. ليش اطلع فوق على السقف خالص، مش ضل دقيقة وأربعة؟ رميت الام 4 اخذت السكار ال. تعالى على السطح معايا بس طيب انا جاي بس اتنين تعالى انت باي. مش هوريكم المكان هيجي ان روح شاء عيكم. الله. انا بس تعالى عشان بجمع حاجات مش فاضية. 42 ثانية استنى. هل انت لوحدك في سكون؟ ها اوكي خلص تعالوا كلكم عند بعض يلا يا شباب يلا 30 ثانية ضل. Format on me. في يوم بناين عندي انا. Format on me. طيب وين؟ في نفس البيت اللي احنا فيه؟ طب ما انا كنت هناك موجود يا جماعة. اجري يا اشرف. تطلع معايا كده؟ اطلع هذا جديد حاطينه. هلا هذا جديد حاطينه، كنت انطها من السور من هنا بدون الصناديق. على فكرة حاطينها عندي لانهم عرفوا انه منط. الاساس الاخضر بصير يضرب. يلا اما بتموت ودم نقص اما بتعيش. مصروع حفي ولو ثاني كان مات. مريم اطلع في البيت ده يا مريم، اطلع من البيت ده خالص. لا بتهزري. لازم لازم ننزل عندها شباب، لازم ننزل عندها، لازم ننزل عندها. مريم تعالي ورايا، مريم تعالي ورايا انزلي لي. هو في حد معايا انزلي لي طيب انزلي لي بس مش دلوقتي. يلا خلصي بسرعة وقت مش دلوقتي خلص. ما شفتكم انتوا بتنطوا من البيت. يا فجرني اللغم هذا كمان. شو كيف صرت السباح بطيء. تدق في حاله مصراوي. طلع عندنا انت طلع هذا المنكوب. اكمل لا هيك طلع الزومبي اللي هو شبه الهاكر ده هو اللي شبه شادو يعني. انا ماليش دخل من البرمي اختراض ماليش دخل. ايه يا شباب ايه اللي كان بتاعتي بتخوف. انت بس هنا اثبت في مكان عادي. هذا البرمي اخضر انا لازم اخلص عليه بجد. البرمي اخضر هذا خرطوش عندي انا.
المهم تضلك عايش. كاتم كاتم مش مستاهل تيجي تلمه. في فشك خرطوش هذا. فشك اخضر يا يوم بناينان. عايز بدك؟ فخش ولا فشك وخليك. احنا بنستر عليك. اهلا وسهلا. في كلب اجت فئة الكلاب. انا رامي السي اس جماعة. انا بعرف اول شو اسمه اول زومبي هذا حكي فاضي بأثرش. انا فجر حاله. يا مصروفي الكلب خلي مصروفي اقسم بالله لما كنت منه وقفت فيه ينتحر يا شادو. تعالوا في عندي تعالوا في عندي دم كثير. تعالوا شباب شو بتسووا؟ مصروي عمل لها ريفايف. ولكن شو بتسوي انت فوق؟ عمل لها ريفايف وخلص. انا اخد ربع ساعة عشان نطلع. انتم متأكدين انكم بدكم فوز في اللعبة؟ ما بقى لو مت انتحر. يلا يا جماعة لازم نتحرك. سلم بقى سلم. هذا ما طلعت خرطوش. في طلعت كتير. هاي بطخه هاي بطخه. تعالوا تعالوا هاي بطخه في رزهك يا جماعة. بدكم تفوزوا في اللعبة ولا بدكوش؟ انميز اهيد. عايزة اكمل اكل. اكمل فين؟ انا قاعد اضحك عليكم ليه اللي تفكرني مره. استنى شوي يا جماعه. في زومبي بيتي. ليش بتطخوا يا جماعه ولا هو؟ طيب هسه في ناس على زاويه 300 هيك شيء. صوت طخهم يا جماعه صوت طخهم عشان هيك تطخوش. في واحد معاه الرشاش الثقيل هذا البروش مليون فشكي. هيو 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 انا نزل عشتكم نزل عشتكم عزاوي اس نزل على البيوت على البيت الاحمر. هيو 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 مصروي مصروي والدمجت الدمج وقتلوهم. سرقتوا الكل بتاعي. دي مواهب. هاي فشك خرطوش وفي ام 143 بس انا سمعت في غيره هو بطخ غير ال 300. هاي شايفين
هاي في البيت تاعي. نعم مش هاخده. معي انت و اسد و لكي. شباب بتكون فوز ولا بتكونش نفوز انتو؟ بس ليلى بنروح يلا. مش هذه اللعبة بنفوز لما مش هاي اللعبة بنفوز لما نقتلهم كلهم؟ يلا عشان الزومبي الأول وبعدين ده. طب تعالوا هي. يلا الزومبي الأول، الزومبي جاي، الزومبي جاي. في معاه أهل. مش فاهم. تعالى يا شهد، تعالى يا شهد. فورم أب أون مي. نخلص الزومبي الأول وبعدين بنروح. يعني شو أسوي أنا الحين؟ على فكرة عشان الزومبي جاي. طيب يلا انجي جري يا اشرف يا ورانا اثنين زومبي صار. هاي في سيارة هنا بناخذها بس ما كانتش موجودة. السلام عليكم مستر زومبي. طب انت وين رحتوا؟ لا 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 استنى قليل. شنو نطلع شنو نطلع الدرج؟ تعال تعال يا شيخ تحت السلم تحت السلم. تعال انزل انزل انزل. نطلع الدرج ولا بدناش نطلع الدرج؟ طيب منطخهم من هان؟ مسروح. طب مين رمى مين رمى دخان؟ رمى عليه مش كده. اسمع مين بيرمي دخان؟ هو يعني ضربت الدخان الجنب الاحمر؟ يا لاخي كاتش ملك.
يلا يلا يا جماعة. وين نروح؟ يلا هل في سيارة؟ مش في سيارة هان؟ نو يلا يا مفروض. يلا يا شباب شباب هاي السيارة خلوص السيارة. طب يلا تعال تعال شوف ما فيش مجزين نضل 11 ثانية للزون نركض اجري يا اشرف. هذا الدروب شو فيه الجاي في السماء. Form up on me. Form up on me. Don't do this to your eye. Form up on me. يلا يا جماعة بلا بطء. حتى الآن بتلوتوا. لا خلص. لا. لحقوا الزون صح؟ مبروك. لحقنا الزون. منو رقم اثنين فرها؟ طب مش تقول ان الزون بعيدة؟ ما يعتمد عليك. الزون بعيد. كاتش ملك كاتش ملك هكا هكا ملك هكا هكا البيت هذا ممكن يكون في حد يا جماعة تعال بعدين هو في الزون. ضلوا ثلاثة هاي واحد هاي واحد هاي واحد تعالوا خلينا نفوز في اللعبة هاي هون. أنا بضطر استناكم في تيم هنا في البيوت في تيم تقدروا تسعفوه رقم ثلاثة تقدروا تسعفوه يا جماعة. لا دونت كليك هير بابا استنيهم استنينا. طب يلا هيهم في الزو في الزوم ضل اثنين بس هيهم موجودين قدام. اسعفوا حالكم درينك اسرع يا جماعه اسرع الحين تلاقيهم طلعوا من طلعوا من الشص طلعوا من برا المنطقه هاي. تعالوا صرخوا نروح نحكي لك ستوب بس ستوب 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 لا دونت دو ذيس كاتش مولي. ضلوا اثنين صح بس في اللعب واحد كان هان. ستوب دونت كليك ذيس بوتون. هنا هذا بقول ضل واحد لازم يكون بجوات الزون. تعال ندور عليه. فزتو كونغراتوليشن اوعى تجيبوا لي سيره زومبي مره ثانيه بتاعت كله. اي مريم هاكر 62 يا مريم هاكر 62 ايه انت الهاكر انت الهاكر. طب انت اقل مني بس انت الانجليزي. مريم هاكر 62 كيل. اوكي بس انت خدت الام بي. لا 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 انا 57 كيل قوي ده انا غلبان.